السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم من أنطاليا عاصمة الزراعة في الجنوب التركي. معرض جروتك أنطاليا الذي يبدأ اليوم في دورته الجديدة وأنا أتجول في أجنحته، فوجئت بأن الكبير في مصر، كبير في الشرق الأوسط، وكبير على ظهر الكرة الأرضية. الآن وصلت إلى جناح شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، الشركة الأكبر في مجال الأسمدة المتخصصة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، والتي احتلت بفضل جهودها الدؤوبة خلال 20 عاما مضت في مجال الأسمدة المتخصصة في أن تتسيد صناعة سلفات البوتاسيوم في الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الثانية عالميا في هذا المجال. من جناح إيفر جرو للأسمدة المتخصصة في معرض بروتك أنطاليا يسعدني أن ألتقي الدكتورة شهندة أحمد، رئيس قطاع التصدير في شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة. ازيك يا دكتورة؟ عرفيني يعني أهداف المشاركة إيه في بروتك أنطاليا سنويا؟ والله بالنسبة لنا ده أنا عاوز صوت يعني لو سمحت. لا أكثر من كده؟ كمان شوية، حاولي تجتهد. هو احنا بالنسبة لنا السوق التركي من أهم الأسواق اللي احنا بنشغلين عليها وقادرين نعمل فيها ماركت شير بشكل كويس، فاحنا طول الوقت حابين يعني نمينتين الماركت شير بتاعنا فيه، مش بس طبعا تركيا لأن الماركت مش مقتصر بس الزوار اللي بييجوا يحضروا على المزارعين او الشركات الزراعيه اللي هي متواجده هنا في السوق التركي، بس بتيجي كتير عملاء من دول القربان الدول الجوار لتركيا، غير طبعا الدول العربيه كتير بيجي ناس مهتمه من دول الخليج في المعرض، فاحنا حابين ان احنا نفضل متواجدين فيه بشكل مستمر، لان في النهايه ايفر جرو احنا يعني بنحس ان احنا دايما بنحاول نكبر كل سنه عن السنه اللي قبليها ونزود الماركت شير بتاعتنا في الدول يعني اللي احنا بالفعل بدنا نحقق فيها نجاح كبير زي تركيا. تركيا احنا السنه اللي فاتت بدنا نحقق 12,000 طن في السنه، فده رقم بالنسبه لحجم الاستهلاك اللي فيها رقم لا يتهم به، فاحنا حابين ان شاء الله ان احنا نفضل مكملين على نفس المستوى واكثر بزياده، وان شاء الله يعني كل سنه يكون احسن. إيفر جرو وصلت لأكثر من 80 دولة حول العالم بمنتجاتها، خاصة في مجال الـ SOP أو سلفات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم وغيرها من الأسمدة المتخصصة. يا ترى دول البلقان هل هي تارجت جديد بالنسبة لإيفر جرو؟ هو ده حقيقي إن احنا يعني إيفر جرو احنا خلال السنين اللي فاتت قدرنا نوصل ل 80 دولة متوزعين ما بين أفريقيا وأوروبا لاتن أمريكا وآسيا، يمكن في دول احنا من ال 80 دول الدولة اللي متواجدين فيها بقوة عن الثانية، فاحنا حاليا مركزين ان احنا نزود الماركت شير بتاعنا في دول البلقان وهي دول شرق اوروبا برضو، لان احنا يعني متواجدين في الجزء الثاني بشكل اكبر من كده، فعشان كده احنا برضو يعني ده من التارجت بتاعتنا خلال المعرض. إيفر جرو تتميز بالاستابيليتي في ثقل الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة، لكن هي جروينج من اسمها جروينج، دائما في تطور ونمو مستمر. ايه الجديد اللي ممكن نكون جايبينه النهاردة من نافذة جروتك أنطاليا 2024؟ والله اللي احنا جايبينه النهاردة كإيفر جرو جديد هو مش جديد قوي، بس احنا بنتكلم في المنتج بتاعنا بتاع الانيمال فيد اللي هو الدي سي دي. احنا قدرنا خلال داي كالسيوم فوسفات قدرنا في وقت قصير جدا نحقق فيه نجاحات يعني فوق كل التوقعات، ان النهارده انت بتتكلم منتج بقاله اقل من سنتين جوه السوق اللي قدر يحقق ماركت شير في السوق المصري كبير جدا في وقت قصير، وبره في اوروبا قدرنا نحقق نجاحات كبيره، احنا النهارده بنتكلم في موزعين في اوروبا جوه اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا، وده غير الدول العربية، ومطلوب مننا يمكن ان احنا ندخل اسواق تانية، بس يمكن احنا لحد النهاردة طبقا للطاقة اللي احنا شغالين عليها في إيفر جرو احنا فعلا حققنا نتائج يعني كويسة جدا، نتوقع زيادة يعني، بس يمكن احنا ان شاء الله في خطة ان احنا نزود انتاج الاس بي
نتيجة الطلبات الكثيرة اللي بتيجي عليها بعد الفيدباك اللي موجودة عن المنتج، لأن احنا يمكن بنقدم كونتنت ادفانتج مش أي حد بيقدمها في المنتج ده، لأن هو داي هايدريت معظم اللي موجود في السوق ان هايدروس، فدي بالنسبة لنا ميزة تنافسية كبيرة جدا ساعدتنا إن احنا في وقت قصير المنتج ليه نسبة قوة الأسواق الأوروبية أسواق موجود فيها بالفعل منتجين. فلما يكون في عندك منتج وانت شركة مصنعة بقالها سنين وانت النهاردة قادر انك تدخل تنافس كجودة وسعر، فدي طبعا حاجة يعني بالنسبة كده الروح هتشيف منك كلها استعينا ليه خلال الفترة اللي فاتت والحمد لله قدرنا نحققها. اعتقد ان العبقرية في الداي كالسيوم فوسفات بتاع ايفر جرو ان هو مصنوع بطريقة جديدة بتعتمد على ال HCL مع الروك فوسفات على غير العادة. مختلفة شوية عن الفوريك اسيد، احنا يمكن هي مش اسهل حاجة وكان تشالنج من عند ايفر جرو انها تدخل بطريقة الوصفية ده، وفضل طبعا السادة الزملاء في قطاع الانتاج قدر ما نوصل لسباب الطاقة بطريقة التصنيع الحالية اللي احنا نتميز بيها عن غيرنا. طريقة التصنيع دي هي اللي قادرة تخلينا نحقق الميزة بتاعت الداي هايدريت اللي موجودة في المنتج، وأضافت لي ميزة تنافسية عن باقي المنتجات اللي موجودة في المنتج. واحنا خلال الشهرين اللي فاتوا أو الثلاث شهور قدرنا نخترق السوق البرازيلي بكميات ثابتة مطلوب مننا أكتر، فإن شاء الله يعني نفضل بدعم طبعا السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد القاسم إن احنا إن شاء الله في اتجاهنا إن احنا نزود الطاقة بتاعت المنتج تاني عشان يعني نقدر نكفي كمية الطلبات اللي بتجيلنا الفترة دي، لأن احنا بالفعل المنتج حقق نجاح كويس قوي وفي كمية طلبات كبيرة جدا بتجيلنا، يعني احنا حابين إن احنا نختار كل الأسواق. المتابعون لهذه السوق بيقول ان نجاحكم في الدي سي بي دلوقتي خلاكم عندكم خطة حقيقية اقتربت من مرحلة التنفيذ لانتاج الام سي بي المونو كالسيوم. هي خطة في الدراسة بالفعل يعني لسه ما بقتش في حاجة صورة على الارض، لكن ان شاء الله وارد ان دي الخطوة الجديدة يعني. اكيد خاصة ان الام سي بي يعني مطلوبه بالكثرة في كل الاسواق اللي سواء جوه مصر او بره مصر. انا بشكرك جدا. احنا خطتنا ان احنا نوسع البورتفوليو بتاع ايفر جرو يعني في مجال الفيد انيمال كمان. انا بشكرك جدا جدا وربنا يوفقكم ونلاقيكم دائما في معارض عالمية دائما كالعادة. وده طبعا برغم انه المعرض ده يستهدف الصادرات الا انه بيكون موجود دائما في الاستاذ طه دياب رئيس قطاع المبيعات للسوق المحلية المصرية في مجموعة ايفر جرو للأسمدة المتخصصة. النهار يا شمال جايب ايه يا نجم معاك النهار؟ الله يكفي ان انا شفتك. الله يخليك، احنا اللي جايين نشوفه. يعني هو بغض النظر عن ان المعرض معرض يعني بيستهدف الصادرات زي ما قال الباشمهندس محمود، الا انه طبعا السوق المحلي المصري لازم يكون له يعني زي ما بيقولوا كده لازم يشوف ايه الجديد اللي موجود الأسمدة على الإطلاق. النهاردة احنا في بروتك الميزة فيه ان انت بتشوف تشكيلة كبيرة جدا جدا من الموضوع من السماد ومن المخصب ومن المبيد، فبالنسبة لك يعني على الأقل هيبقى عندك رؤية الفترة الجاية الدنيا فيها ايه، انت فين من العالم، انت فين من التصنيع داخل وخارج مصر. والحمد لله يعني بالنسبة لإيفر جرو الناس كلها تعلم خصوصا السوق المحلي المصري انها بتوفر جزء كبير جدا من الاسمده المتخصصه للسوق المحلي المصري، وبالاخص منتج سلفات البوتاسيوم اللي ايفر جرو النهارده بتوفر 65% من استهلاك السوق المحلي منه، غير نظرات الكالسيوم. يمكن مصنع نظرات الكالسيوم الطاقه الانتاجيه بتاعته مش كبيره بس الكواليتي بتاعته كواليتي عاليه جدا، ومؤخرا طبعا مصنع الاسمده العضوية أو الأسمدة البايو فيرتلايزر اللي هي بنتكلم في الفترة الأخيرة بقى عندنا أكتر من منتج، مش هنتكلم في منتجات بعينها يعني، بس الحمد لله بفضل الله لقت إقبال كويس ولقت صدى كويس في السوق من بالنسبة للمنتجات الموجودة منتجات متخصصة. غير كده كمان الفترة الأخيرة احنا أنتجنا الداي كالسيوم فوسفيت الطاقة الإنتاجية بتاعته حوالي 110 ألف طن، السوق المحلي المصري بياخد 35 ألف طن منها والباقي بيتصدر بره مصر. كواليتي دي سي بي في مصر كايفر جروب مختلفة عن باقي الكواليتي الموجودة لأن تقنية التصنيع بالنسبة لها مختلفة تماما.
احنا بنصنع من ال HCL. HCL بالنسبه لنا بيوصل لمرحله ان ما بتلاقيش اي هيفي ميتال موجوده بالنسبه لل DCB، والحمد لله بفضل الله انتاجنا متباع في السوق المحلي لمده شهرين او شهرين ونص. سالتك عن سر مجيئك واصرارك على مجيئك لمعرض جروتك في انطاليا، لكن انا شايف الهدف منه اكتر انه ده ايمان ايفر جرو بضروره التهجين، تهجين الافكار، حتى تهجين افكار رجال البيع، انك جاي تستفيد هنا من عمليات البيع اللي بتتم او اساليب البيع، او انك بتشوف دايما الكومبيتيتور بتاعك واصل لفين، صح كده؟ زي ما حضرتك بتقول برضو اكيد موضوع زي ما حضرتك قلت تقنيات البيع، بنقول تقنيات البيع لان البيع فعلا تقنيه، البيع ملكك، مش عيب ان الواحد يتعلم. ما تيجي تشوف طرق التعامل، طرق الاقناع، طرق البيع الموجوده عند الشركات المختلفه بالجنسيات المختلفه، اكيد هتتعلم جديد وهتضيف لنفسك من الموجود عند الاخرين. ربنا يوفقك يا استاذ طارق. تسلم. حضرات الساده المشاهدين، هذه هي امكانيات الكبار وهذا فكر الكبار وعقيده الكبار حينما يتعلق فكر الكبار بالإنتاج لصالح منظومة إنتاج الغذاء حول العالم وليس في بلد المنشأ فقط لا غير. شكرا جزيلا، كان معكم محمود البرغوثي وقناة الرابعة.